بس الاولى كريم عايز اكلمك شويه على لاعبي فيوتشر والجهاز الفني والكابتن علي معلول، عشان هم كمان يستحقوا التحيه. ممكن يكون خسروا المباراه بس الناس تجل ان هم عملوا طبعًا مباراه طبعًا. كبيره اكيد طبعا بدايه المباراه كانت واضح جدا، كان في تفوق من فيوتشر الشوط الاول. انا في وجهه نظري كان ممكن الفريق ينهي بثلاثه واربعه كم الفرص اللي ضيعوها. اعتقد كانت في يعني هم بعد الهدفين ما صدقوش، عارف اللي هو ايه بقى ربع ساعه ومش مصدق ان انا متقدم 2-0 على الزمالك. ولكن طبعا اكيد زي ما قلت لك القرار الفني من الكابتن اسامه ابيه شبيه بالقرار اللي خده الكابتن مجدي عبد العاطي لما لعب قدام الاهلي برده بهاي لاين ديفنس وهوب لقى نفسه في 12 دقيقه مغلوب 3-0. تبقى بص هي وجهات نظر فاهم، لكن طبعا الكابتن علي ماهر انت بتفتكر الكابتن اسامه ابيه كان بيفكر في ايه؟ ان هو عايز يمنع فيوتشر ان هو يبقى يعني زمن الهجمه بتاعته تقعد اكتر من 30 ثانيه بس. طبعا كانوا لازم يعرفوا، كانوا ربما توقع ان مصطفى بدري ربما يكون على الدكه ما يبداش بيه الكابتن علي ماهر. الكابتن علي ماهر توقع برده توقع جيد ان هو نادي الزمالك ربما يكون داخل بجهاز فني جديد وعايز بقى فاهم اللي هو ايه داخلين متحمسين 2-0 وبتضيع كام من فرق تاني. مليون في الميه مليون في الميه عمليه الطار بتاعت عبد الشيف بالنسبه لي كانت يعني حولت مجرى المباراه، انك بتتكلم على فريق هيلعب ب 10 لاعبين من الدقيقه تقريبا نص الشوط الاول، فكانت اكيد هتفرق معاهم بشكل كبير. حتى الكابتن علي ماهر في المؤتمر الصحفي قال ان اللعيبه بين الشوطين قالوا له احنا مش مرتاحين في اللعبه، لكن هو بحييهم على انضباطهم يعني في ظل فوق نظر يعني الظلم اللي هم تعرضوا له كانوا منضبطين للغايه لغايه الدقيقه 90. واعتقد الكابتن علي ماهر كان قال المباراه بشكل جيد، بس طبعا لما انت بتلاقي السيناريو ماشي مع قدامك بالشكل ده طبيعي ان في امور كتيره بتفلت منك. طيب